بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكل متابعي ومتابعات قناة مدرسة الرياضيات والفيزياء على اليوتيوب. هذا الفيديو خاص للسنة الثانية بكالوريا اللي غنشوف فيه دراسات الدوال أو ليتيد فونكسيون. كنتمنى أن التلاميذ اللي كيدرسوا باللغة الفرنسية يعني بيوف يتابعوا معنا أيضا، لأن غيكون الشرح باللغة العربية وباللغة الفرنسية. التمرين الأول كيقول نعتبر الدالة سوا لا فونكسيون ديفيني بار اف دو اكس ايكال موانز ان بلوس راسين تخوازيام ديال ان موان اكس اس دو اف منحة في معلم متعامد منظم، يعني لا كورب CF représente la courbe de F fait un repère orthonormé. سؤال الأول، حدد حيز تعريف الدالة F ثم احسب الليميت عند موان لانفيني. هذه السلسلة مكونة من تمرينين كما كتشوفوا، وممكن تلقاو السلسلة في صفحة الفيسبوك ديال صفحة الفيسبوك خاصة بالأستاذ خالد الناجي، ومزيد من السلاسل أيضا في الصفحة ديال الفيسبوك أو مدرسة الرياضيات والفيزياء. نبدأ في التمرين الأول، تمرين رقم واحد. السؤال الأول كيقول حدد حيز تعريف الدالة، دونك دومين دو ديفينيسيون اف دو اكس. عندنا اف دو اكس ايتيغال موانز ان بلوس غاسين تخوازيام ديال ان موان اكس، دونك دي دو اف. السؤال الأول، بروميير كيستيون، دي de f. A quoi est égal de d de f? Quand nous avons chaque x appartient à R tel que, nous avons alpha bien la racine troisième il est défini, يعني معرف إذا كان ما تحت الجذر موجب، يعني 1 moins x tel que 1 moins x سوف يكون supérieur ou égal à 0. Donc d de f est égal x انتمي إلى R appartient à R tel que, نلاحظ بأن 1 moins x supérieur à 0 كتعني بأن موان إكس سوبيريور أ موان زان، يعني أن إكس إنفيريور أ أن. غنضربو هنا من هاد السطر لهاد السطر، غنضربو في موان زان. حنا كنعرفو بأن إلا ضربنا سي أون ملتيبلي باغ موان زان بيان سيغ هاد أكبر إل دوفيان إنفيريور كيولي أصغر. دونك دي دو إف إتيكال إكس أبارتيان إر تيل كو إكس إنفيريور أ أن، وكنحولوه لانترفال بيان سيغ كنحولوه للمجال اللي هو أصغر إكس أصغر من واحد، يعني إلا رسمت المستقيم الأعداد الأصغر من واحد هي من موان لانفيني حتى لواحد. دونك دي دو إف إنتيكال موان لانفيني حتى لواحد، واحد إنكلو لأن عندنا أو يساوي، يعني دومين دي ديفينيسيون هما هاد الأعداد اللي كاينين في الجزء المخدش، واحد إنكلو. السؤال الثاني، ثانيا دوزيامون، كالكولي لا ليميت اون موان لانفيني. بيان سور اللي كيستعمل عقلو كيلاحظ بان ما مطلوبش لا ليميت اون بلوس لانفيني، دونك كنعرفو بان الدومين دو ديفينيسيون محدد في موان لانفيني، حتى الا درنا خطا كنعرفو بان من لي كيستيون ممكن نصحو الاخطاء ديالنا. دونك لا ليميت، ليميت دو اف دو اكس اون موان لانفيني ايتيغال ليميت ديال اف دو اكس اللي هي موان زان، دونك ليميت دو موان زان بلوس غاسين تخوازيام ديال ان موان اكس يساوي. حنا كنعرفو بان لا ليميت ديال موان زان مغاديش تغير بيان سور لان عدد، كيبقى لنا اننا نحسبو هاد لا ليميت، دونك تساوي وهاد لا ليميت. دونك نحسبو هنا لا ليميت دو غاسين دو ان موان اكس او موان لانفيني كتساوي، ممكن ندخلو غاسين تخوازيام، غاسين تخوازيام ندخلو لا ليميت لداخل، غتولي عندنا ليميت دو بولينوم ان موان اكس او موان لانفيني. كنعطيو الاكس موان لانفيني، غتولي موان لانفيني مع موان لانفيني، موان مع موان لانفيني غتعطينا بلوس لانفيني، او بيان سور بلوس لانفيني بلوس موان زان، هاد موان زان مكتغير حتى حاجة، دونك ان دوفيان بلوس لانفيني، يعني هاد الحساب غيكون حساب مباشر. ثالثا، ثالثا، ادرس او سي، ادرس قابلية الاشتقاق. دونك سي قابلية الاشتقاق، يعني ديريفابيليتي، ديريفابيليتي اغوش او ان، على اليسار في واحد، اغوش و على اليسار، اشتقاق على اليسار في واحد.
دونك باش نحسبوا الاشتقاق دائما كنستعملوا لا ليميت. دونك لا ليميت دو كوا اشتقاق كنعرفوا بان كنحسبوا اف دو اكس موان اف دو اكس 0 سور اكس موان اكس 0 لوغسك اكس طون فيغ اكس 0. حنا قلنا اغوش على اليسار كنديروا ان موان ايسي. دونك بالنسبه للتمرين هذا بصفه عامه، بالنسبه للتمرين غنحسبوا غتكون اكس 0 بيان سور هي 1. دونك كنديروا 1 على اليسار ديال اف دو اكس ناقص اف دو 1 سور اكس موان 1 يساوي لا ليميت على اليسار اغوش ديال اف دو اكس اللي هي موان 1 بلس غاسين دو 1 موان اكس. ثم نحسب اف دو 1، عندنا اف دو اكس ايتيكال موان 1 بلس غاسين دو 1 موان اكس. دونك اف دو 1 كتعطينا موان 1 بلس غاسين دو 1 موان 1 اللي هي موان 1. دونك افيك هاد لو موان غتعطينا 1 بلس، دونك بلس 1 سور اكس موان 1. نختزلو بهاد موان 1 مع هاد 1 نحصلو على لا ليميت و 1 موان ديال غاسين دو 1 موان اكس سور اكس موان 1 غاسين تخوازيام. غاسين تخوازيام الى عوضت اكس بور اكس بور اكس ايتيكال 1 غنلقى 0 سور 0 فورم انديتيرميني. دونك خصنا نحيدو هاد الفورم شكل غير محدد، خصنا نحيدو شكل غير محدد. دونك يساوي الحل اننا نلقاو هاد ليميت هي اننا نحاول نكتب غاسين دو هاد اكس موان زا نحاول ندخلوها تحت غاسين تخوازيام. دونك قبل ارسمو جدول الاشاره طابلو تسين ديال اكس موان زا. دونك اكس موان زا سانول في 1، كنعرفو بان اكس موان زان بوزيتيف ممكن تعوضو باي رقم، مثلا 2 غنلقاو 2 ناقص 1 موجب، هنا سالب، هنا سين دو ا، هنا موان سين دو ا، افيك ا هي 1 اللي كتكون حدا اكس، دونك هنا موان لانفيني، هنا بلوس لانفيني. دونك حنا كنخدمو على اليسار، على اليسار عندنا اكس موان زان سالب، دونك ميمكنش نديروه تحت غاسين تخوازيام حتى نردوه موجب. دونك غنكتبو لا ليميت ديال غاسين تخوازيام ديال ان موان اكس، وهنا غنديرو ناقص عملنا بناقص غتولي ان موان اكس. حنا كنعرفو بان ان موان اكس الاشارة ديالها هنا موجبة وهنا سالبة. دونك هاد غاسين دو ان موان اكس هنا اغوش ممكن ندخلها تحت الجذر الان، دونك غتولي غاسين تخوازيام ديال ان موان اكس، وما نساوش بان عندنا واحد ناقص نخليوها ابار بوحدة. وهنا ممكن ندير الان غاسين تخوازيام ديال ان موان اكس على بويسونس 3، نفس الرتبة ديال الجذر اللي كنديرو هنا في لابويسونس باش ممكن نختزلو نحصلو على ان موان اكس اللي هو موجب. الى ضربناه في هاد لو موان غنرجعو للكتابة اللي عندنا اللي كتساوي لا ليميت ان موان ديال واحد لو موان غاسين عندي ان موان اكس غاسين تخوازيام غندير نفس غاسين واحد غاسين ان موان اكس تو على بويسونس 3. الان ممكن نختزلو بان موان اكس وغتبقى عندنا لا ليميت ان موان ديال واحد لو موان دو غاسين ان سور ان موان اكس تو او كاري. الان ممكن نعوضو نحسبو نلقاو ناقص اللي عندنا هنا واحد على صفر بلس صفر موجب، لأن واحد على واحد ولا ديريكتومون أن موان إكس أو كاغي، لاحظو بأن كاين تو أو كاغي دائما موجب، كيلكو سوا إكس أبارتيان إر. دونك لا ليميت كتعطينا فينالمون دونك لا ليميت دو إف دو إكس موان f de 1 sur x moins 1 en 1 moins est égal n'a qu'il soit de la chiffre plus il y a moins l'infini.
إذن كتأويل نقول بأن اف غير قابلة للاشتقاق على يسار، على يسار في واحد، في واحد على اليسار، في واحد على اليسار، يعني اف ني با ديريفابل و ان اغوش. إذن سي اف يقبل نصف ماس وغيكون بيان سور عمودي وموجه، باش كنعرفو التوجيه ديالو موجه. هنا عندنا ناقص، الإشارة ناقص، وعندنا هنا الإشارة ناقص أغوش، كنضرب هاد الإشارة وتعطينا بوزيتيف، دونك موجه نحو نحو الأعلى. دونك كنقولو بأن السيف السيف أدمي أون دومي tangente orientée vers le haut. نمر السؤال الموالي، السؤال الموالي في التمرين. قبل ما نمر للسؤال الموالي، بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش كيفاش يرسموا الشكل، فقط غندير التاويل لهذه الكتابه. الا خديت هذا هو لاكس دي زيكس ولاكس زيغري، حنا كنعرفو بأن في واحد الصورة ديال واحد اف دو ان راه حسبناها سابقا لقينا موان زان. دونك غنديرو الصورة ديال واحد مثلا، هادي هي واحد، الصورة ديالها هي ناقص واحد، هي هادي. اش كيعني بأن السي اف يقبل نصف مماس عمودي موجه نحو الأعلى؟ يعني أنا كنرسمو واحد نصف مماس موجه نحو الأعلى، ثم أن السي اف سي اف مماس وكينطلق في اتجاه اليسار، دونك بحال هكا. اش غنلاحظو؟ غنلاحظو بأن ديجا كنعرفو لي فارياسيون، التغيرات ديال الدالة تقريبا فاش كتقرب لواحد غتكون تناقصية، وغنتأكدو باستعمال السؤال الثاني. هذه التقنية باش نعرفو نوفقو بين جدول التغيرات والنتائج اللي كنلقاو في النهايات أو في الاشتقاق إلى غير ذلك. دونك اف جدول تابلو دو فارياسيون، جدول تغيرات، تغيرات اف. دونك لدينا اف دو اكس كتساوي ناقص واحد زائد جذر راسين تخوازيام ديال ان موان اكس، لنحسب اف بريم دو اكس. اذا اف بريم دو اكس تساوي ناقص واحد زائد جذر تلاتة ان موان اكس بريم. كنعرفو بأن الاشتقاق ديال المجموع ديال الصوم هي مجموع ديال الاشتقاق، ثم الاشتقاق ديال موان زان تيكال زيرو. يبقى لنا ندير فيه فقط ان موان اكس غاسين ان موان اكس بريم. نذكرو بالقاعدة العامة، غاسين انيام ديال اف دو اكس بريم كتساوي ان سور ان، كنقسمو على هاد الرتبة ديال ان، كنديرو لا ديريفي في البسط ديال اف بريم دو اكس ما تحت الجذر، سيغ كنحتفظو بغاسين انيام في المقام، هنا كنديرو اف دو اكس وكنزيدو لا بويسونس ان موان زان، كناخدو هاد الرتبة كنقسمو منها واحد وكنديروها في لا بويسونس. نطبقو هاد القاعدة، دونك ان سيغ تخوا نضربها في الاشتقاق ديال ان موان اكس، ان موان اكس هي اف دو اكس، ان موان اكس على غاسين كنحتفظو بغاسين تخوازيام ديال ان موان اكس وكنديرو لا بويسونس، كنديرو تلاتة ناقص واحد يعني اثنان، هنا بخيم لا ديريفي، لا ديريفي ديال ان موان اكس هي موان زان، دونك كتعطينا موان زان سور تخوا غاسين تخوا ان موان اكس لو تو او كاري اف بريم، اف بريم دو اكس. كيل كو سوا اكس ابارتيان لانترفال موان لانفيني موان زان. لاحظوا بان موان زان غنحيدوها لان اف بريم ني با ديفيني، غير معرفه في واحد، عفوا في واحد، عكس اف دو اكس اللي معرفه في واحد، غير معرفه لان المقام مخصوش يكون فيه ان زيرو.
من هذه المشتقة ممكن نحسبه نتأكدوا من لا ليميت اللي حسبنا سابقا، هذه تقنية أخرى باش كتأكدوا من هذا الديربي هذه النهاية واش صحيحة ولا لا، لأن هذه النهاية اش كتعني؟ كتعني اف بريم اف بريم و ان، دونك نمسحها، دونك هذه النهاية كتعني اف بريم اف بريم و ان، دونك لقينا موان لانفيني. غنتأكدوا باستعمال الدالة المشتقة على اليسار ديال الواحد، على اليسار ديال الواحد، لاحظوا بأن لي با ديفيني في واحد ولكن ممكن نحسبها على اليسار، اف بريم في واحد كتساوي موان زان سور، هنا هذا بوزيتيف وزيرو، لاحظوا ان موان اكس لو تو كاري لي توجور بوزيتيف كيل كو سوا اكس ابارتيان ار و سيرتو في لانترفال لي عندنا، دونك زيرو بلس لي هي موان لانفيني. دونك كتلاحظوا بان نفس النتيجه اللي لقينا في ليميت، هنا كيكون اسهل انك تحسب به لي ديريفي عكس لي ليميت اللي كيكونوا بعض المرات لي ليميت معقدين بالنسبه للتلاميذ. قلنا بان ان موان اكس او كاري بوزيتيف، اذا اف بريم دو اكس، اف بريم دو اكس غتكون انفيريور ستريكتومون ا زيرو كيلكو سوا اكس ابارتيان لانترفال اللي عندنا موان لانفيني موان لانفيني بلس 1 بلس 1. دونك طابلو فارياسيون جدول تغيرات غيترسم على هذا الشكل، مجال التعريف فقط اللي كنرسمو ناقص ملانية حتى الواحد، اف بريم دو اكس قلنا غير معرفة في واحد نديرو خطين، ثم اف دو اكس اللي هي معرفة دونك غنديرو فقط خط، ثم الإشارة، الإشارة ديال اف بريم قلنا سالبة لا تنعدم، وهنا سهم نحو الأسفل. النهاية عند موان لانفيني لقينا هي بلوس لانفيني، دونك غنعاود نتأكد النهاية عند بلوس لانفيني عند موان لانفيني هي بلوس لانفيني، والصورة ديال واحد هي ناقص واحد، دونك بلوس لانفيني بلوس لانفيني هنا ناقص واحد. دونك كما قلت سابقا في الشكل، اذا الشكل غيكون بحال هاد بالطريقة، هنا واحد وهنا ناقص واحد، دونك هذا كيمثل لاكس دي زيكس، هنا دي زيكغريك واحد هنا ناقص واحد يعني العدد، سي دو اف كيقبل واحد المماس نصف مماس موجه نحو الاعلى، ثم سي دو اف غتكون تناقصية بهذا الشكل. احنا كيبقى لينا اننا نعرفو طبيعة ديال الشكل واش ممكن تمشي بحال هكا، ممكن لان عندنا لا ليميت موان لانفيني موان لانفيني هنا طون فيغ بلوس لانفيني، يعني غتنطلق من واحد النقطة هنا معرفناش واش غتكون واش غيكون عندها فرع شل جميع اتجاه محور الافاصل محور الافاصل او محور الاتي، غنتأكدو. المهم اننا كنعرفو طبيعة ديال الطبيعة ديال الدالة او ديال السي دو اف في هاد النقط. بقى لينا فقط نعرفو السؤال الموالي، السؤال الموالي ودروس الفروع اللانهائية، ثالثا الفروع فروع لا نهائية، يعني بالفرنسية لي برونش لي برونش انفيني. كما قلت تماما هاد لي برونش انفيني باش نعرفو والسي اف والسي اف غتكون تقبل فرع شل جميع اتجاه محور الافاصيل، يعني غتكون بهذا اللون او غتكون باللون الاخضر، يعني غتمشي بهذا الشكل. دونك الان خصنا فقط نتاكدوا من هذه النتيجه، دونك عندنا جوج الاحتمالات لا غير. هنا احتمالين، دونك الليميت ديال اف دو اكس موال لانفيني ديجا بينا ايتيغال بلوس لانفيني، اذا نحسب مباشرة ليميت ديال اف دو اكس سور اكس اون بلوس اون موان لانفيني يساوي لا ليميت ديال ناقص واحد زائد غاسين تخوازيام ديال ان موان اكس على اكس عند موان لانفيني يساوي، انا نقسم الكسر ليميت اون موان لانفيني ديال موان زان سور اكس بلوس ليميت ديال غاسين دو ان موان اكس
racine troisième elle a x en moins l'infini. Donc هذا كيعطينا 1 sur l'infini il y a 0. Donc النتيجة هنا غتعطينا 0 plus هذا ليميت غتعطينا l'infini sur l'infini. Donc forme indéterminée شكل غير محدد. Donc نحاول نبسط هاد x لاحظوا بان لي نيجاتيف دونك غنردو بوزيتيف. دونك غندير غاسين تخوازيام ديال موان اكس دو لا بويسونس 3 اللي كتعطينا بيان سور فاش غنحيدو غاسين غتعطينا موان اكس اللي هو بوزيتيف وانا ما عنديش موان اكس دونك كنضربو في ان موان. هنا غنحتفظو بالكتابة كما هي ان موان اكس دو لا بويسونس 3. القاعدة فقط ان دائما ما تحت الجذر خصو يكون موجب. لاحظوا بان اكس طون فيغ موان لانفيني يعني سالب. باش يكون سالب خصنا نزيدوه واحد، باش يكون موجب خصنا نزيدوه واحد ناقص. الا زدنا الناقص باش غنتخلصو من الجذر غيعطينا ناقص. دونك باش نردوه اكس ماشي موان اكس خصنا نضربو في ناقص خارج الجذر. دونك يساوي ليميت او موان لانفيني ديال غاسين هنا غندير ان موان ديال ان موان اكس سور موان اكس ا لا بويسونس 3. حيت الاقواس لان موان اكس تو لا بويسونس 3 هي موان اكس فوا موان اكس فوا موان اكس غتبقى لنا موان اكس. الان ممكن نحسبو هاد لا ليميت فاسيلمون. ناقص خرجت هاد ناقص قبل ليميت وغنحيد هاد ليميت. غنكتب غاسين ديال ليميت ديال ان موان اكس على موان اكس على بوسونس 3. كنعرفو بان غاسين ليميت ديال غاسين دو اف دو اكس اون بليس لانفيني مثلا كتساوي غاسين ديال ليميت ديال اف دو اكس اون بليس لانفيني. يعني ممكن ندخلو غاسين تحت الجذر. هنا فراكسيون ديال الجذرية كناخدو اكبر اس على اكبر اس اللي هي ناقص. دونك يساوي ناقص غاسين ديال ليميت ديال موان لانفيني ديال موان اكس على موان اكس على بوسونس 3. غنختزلو بواحد اكس تعطينا اكس كاري. دونك موان ليميت دو ان سور اكس كاري عند موان لانفيني بيان سور غتعطينا واحد على لانفيني هي زيرو. دونك انتيغرال زيرو. فينالمون ليميت ديال اف دو اكس سور اكس ليميت دو اف دو اكس سور اكس اون موان لانفيني ايتيغال زيرو. دونك كنقولو بان السي اف يقبل فرع شلجمي في اتجاه محور الافاصيل. دونك الان لقيت الطبيعه ديال الشكل ديال سي دو اف عند موان لانفيني دو السؤال الموالي. الان سي دو اف سهل في الرسم. حدد اف دي زيرو و اف بريم دو زيرو ثم استنتج معادله مماس سي اف عند النقطه صفر صفر. لدينا دونك رابعا اف دو اكس ايتيغال موان زان بلوس غاسين تخوازيام ديال ان موان اكس. نحسبو اف دو زيرو. اف دو زيرو ايتيغال موان زان بلوس غاسين تخوازيام ديال ان اللي هي زيرو. دونك سي دو اف باس باغ لو بوان يمر من النقطة اللي غنسميوها ا مثلا نقطة صفر والصورة ديال صفر هي صفر. يعني أصل المعلم تتم. ثم لنحدد اف بريم دو زيرو. اف بريم دو زيرو لدينا اف بريم دو اكس اتيغال. دونك نرجع للحساب اف دو اكس اف بريم دو اكس اللي حسبت سابقا اف بريم دو اكس هي موان زان سور 3 غاسين دو 1 موان اكس دو تو كاري.
moins 1, moins 1 sur 3, racine de 1 moins x, le tout, racine troisième, le tout au carré. Idem. F prime de 0, ça veut moins 1 sur 3, racine troisième de 1, il y a moins 1 sur 3. إذا معادلة مماس ليكواسيون ديال لا طونجونت معادلة مماس ايكواسيون ايكواسيون دو لا طونجونت اون 0 او او 0 0 دونك انا لو بوين غناخدو لو بوين او يا ايغريك كنديرو f بريم دو في لو بوين 0 فاكتور دو x موان x 0 اللي هي 0 بلس f دو 0 اللي كتساوي f بريم دو 0 هي موان 1 سور 3 فوا x بلس f دو 0 يعني 0 دونك نحيدو هاد العدد دونك ليكواسيون هي هادي y اتيكا الان b شيء سي دو اف باش نش او خديت هذا المعلم غنحاولوا نشوفوا فيه كنعرفوا بان اف اللي ديفيني من موال انفيني جوسكا ان اف دو ان نحاول نذكر بداك الشيء اللي عندنا اف دو ان ايتيغال موانزا دونك ان ايتيغال موانزا يعني هذا لو بوان كنعرفوا بان سي دو اف يقبل نصف مماس مماس عمودي في واحد نحو موجه نحو الأعلى دونك رسمو هاد نصف المماس هو الأول في النقطة واحد ناقص واحد هو هذا ثم في النقطة صفر كنعرفو بأن إيكغيك تيكال واحد على ثلاثة إكس هو المماس مماس في النقطة O ذات الإحداثيات صفر صفر نحاول نرسمه عفوا هنا ناقص واحد دونك غنمسح ناقص واحد على ثلاثة إكس هي هادي دونك إلا كان إكس يساوي صفر غنعطيو جوج قيم لإكس باش نرسمو إلا كان إكس هنا يكغيك إكس يساوي صفر بيان سيغ غنعطينا صفر لأن دالة خطية ثم غنعطيو القيمة ثلاثة ثلاثة باش نختزلو ولا ناقص ثلاثة نعطيو ناقص ثلاثة باش تعطينا ناقص ثلاثة على ثلاثة يعني ناقص يعني واحد ناقص ثلاثة واحد دونك ناقص ثلاثة واحد هي هاد النقطة نربطو بين هاد النقطتين ناخدو مسطرة ثم نربط بين النقطتين نحاول نرسم مماس اللي كيمر من النقطتين تقريبا هو هذا فقط كنرسمو مماس في النقطة او فقط يعني ما كنطولوش هذا المماس لان ماشي مستقيم ثم هو هذا المماس ثم رسمو الان سي دو اف كنعرفو بان سي دو اف يقبل فراش الجميع اتجاه محور الافاصيل سي دو اف سي دو اف يقبل فرع شال جميع في اتجاه محور الافاصيل عند مولف دونك نرسم تقريبا مماس سيكون بهذا الشكل عفوا انا صعيب انني نقد الرسم سي دو اف ولاحظوا بان اف دي كروسونت تناقصية فوالا هذا هو الرسم ديال سي دو اف انا ممكن تستعملوا بعض الصور تحسبوا بعض الصور انا ما رسمتش بعض الصور رسمت سي دو اف اون غرو خامسا بين ان اف تقبل دالة عكسية لنبين ان اف تقبل دالة عكسية
معرفة على مجال جي. لدينا f دو x دالة متصلة على المجال اي اللي هو مول لانفيني حتى الواحد. f دو x قلنا f دو x هي موانزا بلوس غاسين دو ان موان اكس غاسين تخوازيام. مجموع دالتين متصلتين على مجال التعريف كنعرفو بان غاسين بلا ما نعاودو غاسين تخوازيام معرف متصلة على مجال تعريفها تصل على مجال تعريفها. هادشي راه شفناه في الدرس. دونك متصلة و اف تناقصية قطعا شرطين اللي خصنا هما هادو الشرط الاول والشرط الثاني كنقولو مباشرة. اذا اف تقبل دالة عكسية لتحديد جي لمجال جي كنحسبو اف ديال مجال تعريف اي اف دو اي يساوي اف ديال الانترفال موال لانفيني واحد تناقصية دالة تناقصية يعني كنقلبو يعني غنحسبو اف دو واحد ثم ليميت ديال اف دو اكس عند موال لانفيني. لاحظوا بان فاش كتكون دالة تناقصية كنقلبو هاد الطرفين بدينا بان وختمنا بالليميت او موال لانفيني. ديجا حسبنا الصورة ديال واحد هي ناقص واحد والصورة ديال أو الليميت هي بلوس موان زان بلوس لانفيني اللي هو المجال جي. فوالا حددنا المجال جي. هاد لانترفال جي هو نفسه اللي كنلقاو في طابلو د فاريسيون. هو هدا رجعنا لطابلو د فاريسيون. طابلو د فاريسيون ديال اف على مشيو للطابلو دو فارياسيون. هنا لانترفال جي هو هذا كناخدو اصغر قيمة حتى لاكبر قيمة. دونك جي من هاد الحالة كتساوي موان زان حتى لبلوس لانفيني لان اف تناقصية. كنلاحظو كنبداو من اصغر قيمة حتى لاكبر قيمة. اي هو مجال التعريف اللي هو هذا. دونك كدا هو اي اي كتساوي موال لانفيني حتى لان. دونك لاحظوا بان ليماج ديال اي هي جي. دونك نستمروا في التصحيح. نمشيو للسؤال الموالي. السؤال الموالي الان بي حدد اف موان زا اف موان زا لكل اكس من جي. بي لنحدد f موانزا f موانزا دو x. دونك لدينا f دو x صار بان f دو x تساوي y بحيث x تنتمي الى i اللي هو الانترفال مجال التعريف ديال f اللي عرفنا سابقا اللي هو موال لانفيني 1 ايكيفالون كو غنديرو f موانزا ندخلو عليها f موانزا. دونك غتعطينا x f موانزا دو y f موان زان دو y كتساوي f موان زان دو f دو x يعني x و y كتنتمي بيان سور جي اللي هي موان زان بلوس لانفيني. دونك ناخدو نبداو ب f دو x تيكالا y f دو x تيكالا y كيفالون ك f دو x هي موان زان بلوس غاسين تخوازيام ديال ان موان اكس ايتيغال ا ي. الان خصنا نقلبوه على اكس اللي هو اف موان زان ديال ي كيفالون كو هاد موان زان غرد الجهه الاخرى. دونك غاسين دو ان موان اكس ايتيغال ي بلوس ا. كنلاحظ بان ي بلوس ا ي لي سوبيريور ا موان زان لدنا لي ا غتكون سوبيريور ا زيرو.
ويكال زيرو. دونك ممكن نديرو نرفعو لا بويسونس 3 وتعطينا ان موان اكس ايتيكال راسين ايتيكال عفوا يغريك بلس ان لو تو لا بويسونس 3 مع ان موان اكس ان موان اكس موجبة لان اكس كينتمي لموان لانفيني ان. دونك ان موان اكس اكبر من صفر. شنو درت انا؟ درت تو على بويسونس 3 وهنا درت تو على بويسونس 3. ولكن خصنا نركزو بان فاش غنبغيو نحيدو غاسين مع لا بويسونس 3 خص القيمه اللي خصنا نحتفظو بها خصها تكون موجبه. حنا ديجا عندنا ان موان اكس موجبه لان جدول الاشاره ديال ان موان اكس من موان لانفيني حتى ل ان ثم من ان حتى بلوس لانفيني. حنا اللي كيهمنا هو هذا الانترفال من موان لانفيني حتى ل ان. ان موان اكس هنا كيكون بوزيتيف وهنا موان موان نيجاتيف. دونك كنحتفظو بان موان اكس. دونك نحسبو اكس يعني ان اكس اكس غنردو الجهة الاخرى. دونك غتعطينا ان موان يغريك بلوس ان لو تو على بوسونس 3. فوالا اكس اللي كنقلبو عليها اكس اللي هي اف موان زان دو يغريك. اذا اف موان زان دو يغريك اف موان زان دو يغريك كتساوي ان موان يغريك بلوس ان تو على بوسونس 3. الان ممكن نغيرو لا فاريابل يغريك لان فاريابل مي فاريابل كتغير. دونك موان زان اف موان زان دو اكس ايتيغال ان موان اكس بلوس ان تو على بوسونس 3 مع اكس كتنتمي اكس هي يغريك اكس هي يغريك. دونك كتنتمي لموان زان بلوس لانفيني. اكس كتنتمي لموان زان بلوس لانفيني. دونك هذه هي اف موان زان الداله العكسيه ديال اف ومجال التعريف ديالها. اخر سؤال انشئ في نفس المعلم. الا سننشئ في نفس المعلم نرجعو للمعلم ديالنا. اول شيء غنرسمو مستقيم ديال المعادله يغريك يساوي اكس. دونك نرسمو المعادله يغريك يساوي اكس يعني نص في الاول الزاويه غنحطو الزاويه 45 يعني. وغنرسمو مستقيم مستقيم يغريك يساوي اكس. دونك نرسم بالاخضر. الان هذا هو المستقيم يغريك يساوي اكس. ارسمو سي دو اف موان زا اللي هو المماثل ديال هاد الداله سي اف بالنسبه للمستقيم يغريك يساوي اكس. دونك نستعملو النقط اللي كنعرفو. كنعرفو بان اف دو ان اف دو ان هي موان زا. دونك اف دو موان اف موان زا اف موان زا دو دو موان زا هي ان. دونك هاد لو بوان مناش غتنطلق هي المقابل ديال هاد لو بوان. دونك الا كان ا هنا هنا بي عندنا اف دو زيرو هي زيرو. دونك هاد غتمر من هاد لو بوان. عندنا هنا مماس عمودي هنا غيكون عندنا مماس افقي. دونك سي دو اف موان زا غتكون بهذا الشكل غتمر من هاد النقطة بي تقريبا. هنا غتكون مقارب فوالا. بالنسبة لسي اف هنا عندنا برونش انفيني اللي هو اتجاه محور الافاصيل. هذا يكون اتجاه محور الاراتيب. هذه هي سي دو اف موان زا. وكنلاحظوا بان كاين التماثل. ممكن نديروا التماثل ديال كل نقطة بوحدها ونرسمو. بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش لاحظوا بان مثلا هاد لو بوان نرسمو مستقيم العمودي على هذا ونحطو النقطة. وصلنا لنهاية هذا التمرين. كان معكم الأستاذ خالد ناجي. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم وتابعونا على قناة مدرسة الرياضيات والفيزياء. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.